عشان اليوتيوب، معاكم عثمان سليمان وانتم تتابعون قناتي في اليوتيوب. اليوم عندي ميتنج في المارينا، طلعت من الدوام رايح المارينا، راح اقعد مع شخص عزيز علي من فريق ريد بول، نخلص الميتنج اقول لكم شنو فيه. أنا هذا الشخص العزيز اللي قلت لكم بقابله من ريد بول، فريق ريد بول. هلا ما عرفت ميشيل ادري، سوشيال ميديا سبيشالست بريد بول كويت. يعني اللي يبي منشن ولا شيء عنده. اهلا وسهلا. طبعا خلصنا الاجتماع، ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. وبس يعطيك العافيه. باي باي. خلاص الاجتماع، والحين بروح اسجل مع عبد الوهاب مشاري عشان البرنامج الجديد. بس شوف الصداقه، شوف الناس الذوق. شوف 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 هذه الهدايا، هذه الهدايا. ولربعي انا ما منهم فايده، ما منهم فايده. اذكرهم بالاسامي اذا تبون، قولوا لي اذكرهم بالاسامي. ما منهم كنت ادري راح تجي. كنت ادري شنو؟ كنت ادري انك راح تجي. خليت الكاميرا. اليوم راح اصور اول فلوق ان شاء الله لي. شيشني. حاضرين حاضرين. اي واحد يبي يتشيش يقول لي. شلون؟ لازم يشوفك بعدين تشيش. اي يعني قول له اوريكم اللي عندي واشيشكم. ايش توريهم؟ الفيديو. لا عيب، لا لا عيب. هذا الفلوق راح يكون 18. هذا فايز. مخرج عبد الوهاب اللي ولا مره طلعناه بولا فيديو. يا اهلا وسهلا، يا تشرفنا. وهذا النايم كله مأخرنا، كله مأخر. انا مأخركم؟ انت يعني متاخر. الله كريم. بس لا انا جاي ثاني واحد. خلي الطلب مستور. خلي صحيح. خوش كذي. خالصين اتفقنا. قص علي. قص. استثمر الجديد. خلص التسجيل وتصدقون للحين انا مو ماكل ولا شيء. الساعة 6:30. انا اخاف هذا الموضوع يصير عادة، يعني ان انا ما يوع. لا ما يصير، هذا مو حجي. عموما هذا استديو عبد الوهاب وهذا المؤلف. لكن الحمد لله رب العالمين، كلينا تونا طالعين من المؤلف. كنتاكي عشق يا جماعة، والله عشق. عموم الاكل عشق، انا احب الاكل وايد. طبعا انا نسيت ان انا موعد محل من الرياض بالرحاب، فبما ان انا بحولي مرة واحدة قلت اروح شوف عنده، لان عنده فنيلة برشلونة اخذ. كنا في مافيا، كنا اخذ مافيا واخذه واروح البيت. الرحاب احسن واحد يبيع تيشيرتات. ضبطهم ها؟ ان شاء الله. شباب يجي ان شاء الله. تجربتنا كانت ناجحه وشرينا 3 تيشيرتات حق برشلونه وواحد حق مانشستر سيتي. يستاهلون مانشستر سيتي. بس ريال مدريد؟ لا. بس ريال مدريد؟ لا.
وكذي يكون خلص الفلوق. يعطيكم العافية على المشاهدة، إن شاء الله الحلقة حلوة كانت، نشوفكم على خير. انت ما قفل؟ لا ما شبعت. لا خلاص. ما شبعت. إذا باكر؟ لا ما بي ما تبي؟ لا ما بيطلع. أوكي على أنا راح أقول لك. لا.